السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبدأ محاضرتنا بأمراض العصبية بالحوادث الوعائية الدماغية، واخترت هذه المحاضرة لأنه هي يعني بشكل مثل ما شفت المنهج، يعني هذه المحاضرة أوضح بكثير من المحاضرة الأولى اللي بادئين فيها. هي بتختص بشكل أساسي بالحوادث الوعائية الدماغية، بينما المحاضرة الأولى اللي هي كان مفترض تكون الثانية، لأنه هناك حاكين كثير عن التشخيص التفريقي فراح تكون صعبة عليكم، لذلك راح نبدأ بهذه المحاضرة وبحاول إن شاء الله نبسطها قدر الإمكان. الحوادث الوعي الدماغي هي من أمراض الشائعة والشائعة كثير، بتشوفوها بالمشافي وبالإسعافات وبالحياة العملية. أول شيء راح نبدأ بلمحة تشريحية عن باحات الدماغ أو المناطق تمثيل الحسي والحركة بالدماغ. هلا عندنا الباحة المحركي أو بسموها الموتور إيريا، هي تقع أمام الشق المركزي في الفص الجبهي وتقسم إلى أولي وثانوي. هي الباحة المحركي تقع بالفص الجبهي وتقسم إلى باحة محركي أولي وثانوي، برايمري موتور إيريا وسكندري موتور إيريا. الباحة باحة الحركية الأولية هي أذيتها تسبب شلل من نمط أذيت النيورون العلوي أو أبر موتور نيورون حسب المنطقة المصابة. أذيت النيورون العلوي عادة بتؤدي لحدوث شلل تشنجي مع اشتداد المنعكسات الوترية ومنعكسات مرضية مثل منعكس أو إشارة بابنسكي، بيصبح المنعكس الأخمصي بالانبساط. الباحة الحركي إصابة الباحة الحركي الثانوي بتسبب أذيتها سوء بتنسيق الحركات، هذا بسموه الأبراكسيا يعني أو اللا أدائي، المريض يضطرب عنده تنسيق الحركة. الباحة الحسية هي كمان تنقسم لأولية وثانوية وبتقع خلف الشق المركزي، هي بتكون بالفص الجداري. هاي الباحة الحسية البرايمري سنسوري أريا والسيكندري سنسوري أريا، هذول اللي بيقعوا بالفص الجبهي بالفص الجداري. الباحة الحسية إصابة الباحة الحسية الأولي تسبب أذيتها فقد الحس بالطرب المقابل للأذي، مثل لما بصير عند المريض إصابة بالمنطقة الحركية بصير عنده شلل شقي أو خزل شقي، إذا إصابة المنطقة الحسية أيضا تؤدي لحدوث يعني فقد حس أو زوال، يعني أما فقد حس كامل بشق الجسم أو نقص بالحس بشق الجسم المقابل. إصابة الباحة الحسية الثانوي بتسبب أذيتها شغل اسمه عمه التجسيم السيريو جينيسيز، هذا هو بيصير عند المريض عدم إدراك ماهية المحسوس بالحالات الطبيعية، وعند الشخص الطبيعي في شغل اسمه الحس المجسم. يعني شو بيصير عند هذا المريض؟ عند الشخص الطبيعي لو عطيته مفتاح وهو مغمض العينين فبتحسسه بيعرف ان هذا مفتاح، اذا عطيته فنجان او كاسي او عطيته مكعب من خلال احساسه وهو مغمض العينين بيعرف انه هذا كاسي او فنجان، بقول لك هاي كاسي هذا فنجان هذا مفتاح أو قطعة معدنية، هذا الحس المجسم. فهذول المرضى اللي بيحصل عندهم عمى التجسيم بيفقدوا هاي القدرة، ما بعود يعرف يميز، مثلا تعطيه مفتاح ما بيميز لك إياه، تعطيه قطعة معدنية ما بحسن يميزها، تعطيه مكعب أو فنجان أو كاسي وهو مغمض العينين ما بحسن يميز. هلا بنجي للباحات البصريه الفيجوال اريا، هاي تقع في الفص القفوي وتقسم ايضا الى اولي وثانوي. هاي الفيجوال اريا بتقع عاده بالفص القفوي في البرايمري والسكندري. اصابه الباحه البصريه الاوليه بتسبب اذيتها عمى شقه متماثل بسموه الهيمي انوبيا، رح نجي عليه خلال محاضرتنا. الثانوي تسبب اذيتها عمى بصري بسموه الفيجوال أجنوزيا، يعني المريض هو يرى ولكن لا يدرك ماهية ما يرى، يعني هو عنده النظر بكون ما عنده فيه مشكلة أبدا أبدا
يعني الشبكية والعصب البصري كلها طبيعيات، ولكن ما بيحسن يميز شو عم يشوف بسبب أذية القشرة البصرية بالفص القفو. تسبب أذية المناطق الأمامية من الفص الجبهة اضطرابات في الشخصية بشكل عام، يعني المنطقة المسؤولة عن الشخصية هي في مقدمة الفص الجبهة، فإذا أصيب الفص الجبهة في مقدمته تحصل عند المريض اضطرابات بالشخصية. هلا هون هاي الصورة بتوضح باحات قشرة الدماغ، وبتشوفوا المنطقة الحركية البرايمري موتور اريا والسكندري موتور اريا، وكذلك الباحات السي البرايمري سنسوري اريا والسكندري سنسوري اريا. ايضا بتلاحظوا الفيجوال اريا هي بتكون بالفص القفوي، وايضا عندنا الباحات السمعية بتكون بالفص الصدري البرايمري اوديتوري اريا والسكندري اوديتوري اريا، وعندنا منطقتين مهمات جدا وهي مناطق الكلام باحات الكلام، هلا رح نجي نتحدث عنهم. منطقة بالفص الجبهي هي منطقة بروكيا، هاي بتكون قريبة من مناطق الحركية، وعندنا منطقة بالفص الجداري البوستيريور سبيش اريا هاي منطقة فيرتيك، هدول مراكز الكلام. هلا راح نتحدث عنهم باحات الكلام. عندنا باحه فيرنيكي هي تقع في القسم الخلفي من الفص الصدري بجوار المنطقه المسؤوله عن السمع، هاي اللي شايفينها هي باحه فيرنيكي، وهي منطقه الكلام الخلفيه تقع بجوار مناطق السمع. هاي المنطقه تعد مسؤولة عن تفسير اللغة المكتوبة والمسموعة، حيث تعتبر منطقة صياغة الكلام. تسبب أذية باحة فيرنيكي حبسي، إحنا بنسميها حبسي استقبالي ريسبتيف أفيزيا، يعني شو معناها الحبسي الاستقبالي؟ يصبح المريض غير قادر على فهم ما يقرأ وما يقال له، يعني المريض هو بيفهم ولكن ما بيصير غير قادر على فهم اللغة المكتوبة وما يقال له، لكنه يستطيع الكلام بطلاقة، بتحدث بصير عنده مثل الثرثرة. لذلك حبسة فيرنيكي عادة تكون حبسي احنا بنسميها حبسي استقبالي، المريض لا يفهم ما يقال له لكنه يتحدث بطلاقة وبثرثرة، ويبقى قادرا على تأليف الجمل ومراعاة القواعد، لكن انتبه يخطئ بالمعنى المطلوب فيكون كلامه غير مفهوم أو منطقي دائما. كيف بيخطئ بالمعنى المطلوب؟ يعني هو بتصير عنده الحبسة طليقة، فبيصير عنده ثرثرة بالكلام كتير بدل ما يقول لك مثلا يخطئ بالمعنى المطلوب، يعني بدل ما يقول لك جيت بالسيارة بقول لك جيت بالصاروخ. هاي الأستاذ أنس سبح الله يذكره بالخير كان يضرب لنا مثال عليها، ومع عدم القدرة على الترديد الريبيتيتيف بصير عنده عدم القدرة على الترديد، يعني إذا بتقول له عد وراي أو ردد وراي ما بيحسن يردد، فبتضطرب القدرة على الترديد. أما باحة بروكا هي اللي لون أورانج، بروكا إيريا بتقع بالفص الجبهة قرب المناطق الحركية، وتعد مسؤولية عن تنسيق الفعالية الكلامية، يعني التنظيم بين عضلات البلعوم والحنجرة واللسان، وتعد هذه الباحة مسؤولة عن الطلاقة، طلاقة الكلام الفلوانسي. بتسبب أذيتها حبسي تعبيري أو بسموها كذلك حبسي حركي، بيستطيع المريض فهم ما يسمع أو ما يقرأ لكنه غير قادر على التعبير. انتبهوا ميزوا بيناتهم حبسي بروكا، المريض يفهم ما يقال له ويستطيع قراءة ما يقال له ويفهمه لكن غير قادر على التعبير، وبتصير حبسي غير طليقة، بينقص معجم المفردات لديه حيث يصبح تواتر الكلام بمعدل 30 ل 50 كلمة في الدقيقة فقط، وأيضا تضطرب القدرة على الترديد. هذول كتير مهمات الحبسات الكلامية، ودائما بيجوا عليهم أسئلة بالامتحانات، حبسي فيرنيكي وحبسي بروكا. حبسة فيرنيكي مثل ما قلنا هي حبسة استقبالية، المريض غير قادر على فهم ما يقرأ وما يقال له لكنه يستطيع الكلام بطلاقة، حبسة تكون طليقة
وبيخطئ المريض بالمعنى المطلوب وبيضطرب عنده القدرة على التردد. أما حبسة بروكا فهي حبسة تعبيرية، يعني المريض يفهم ما يقال له ويستطيع أن يفهم ما يقرأ لكنه غير قادر على التعبير، وبتكون الحبسة غير طليقة وأيضا تضطرب قدرة على التردد. هلأ في عندنا الحزمة المقوسة، هي عبارة عن حزمة تصل بين باحتي بروكا وفيرنيكي وبتسبب أذيتا عدم القدرة على الترديد مع سلامة الفهم والكلام. أذية الحزمة المقوسة هي عبارة عن حزمة تصل بين حزمة باحتي بروكا وفيرنيكي فقط تضطرب فيها القدرة على ترديد الكلام، أما الفهم والكلام فهما بيكونوا سليم. إذا حتى يكون شخص قادر على ترديد الكلام يجب أن يكون المحور التالي فيرنيكي، الحزمة المقوسة بروكا سليما بالكامل. أحيانا قد تحدث حبسة شاملة بسموها الجلوبال أفازيا في حال أذية باحتي بروكا وفيرنيكي معا بالاحتشاء الدماغي الواسع، ممكن يحصل أذية في كلا الباحتين باحة بروكا وباحة فيرنيكي فبتصير حبسة شاملة، يعني المريض لا يفهم ما يقال له وغير قادر على الترديد، تضطرب عنده القدرة على الترديد وأيضا غير قادر على التعبير. وهي الصورة بتوضح بشكل واضح باحتي فيرنيكي وبروكا وهي الحزمة المقوسة اللي بتوصل بيناتهم. هلا في شغلة اسمها مفهوم السيطرة الدماغية راح بشرحها بشكل أفضل مشان تحسنوا تفهموها. السيطرة الدماغية يعني منقول إنه نصف الكرة الدماغية المسيطرة، ما معنى؟ وهو ميل الفرد إلى الاعتماد على أحد نصفي الكرة المخية أكثر من النصف الآخر، يكون نصف الكرة المخية أيسر هو المسيطر على النصف الأيمن وعلى مختلف الإشارات الصادرة من الدماغ إلى الجسم، وذلك لدى الأشخاص الذين يستعملون اليد اليمنى وهم الغالبين. وحتى عند 30-40% من الذين يستعملون اليد اليسرى يكون نصف الكرة المخية الأيسر هو المسيطر، إلا أنهم يستخدمون اليد اليمنى في بعض المهارات. تكون الباحات المسؤولة عن الكلام موجودة في النصف المسيطر من الدماغ، وبالتالي عند مشاهدة حبسة عند مريض نتوقع أن تكون إصابته في النصف الأيسر من الدماغ كونه الفص المسيطر عند النسبة الأكبر من البشر. هاي الفقرة هي واضحة، راح أوضح لكم إياها حتى تفهموها لأنه كتير مهمة بفهم الحوادث الوعائية الدماغية وشو معنى نصف الكرة المخية المسيطر. بشكل عام يكون نصف الكرة المخية الأيسر، انتبهوا هون على الكلام اللي بدي أحكيه، هذا يعني كلام خارجي، يكون نصف الكرة المخية الأيسر هو النصف المسيطر عند حوالي 95% من البشر، حيث يكون هو النصف المسيطر عند كل الأشخاص اليمنويين الذين يعني يستعملون اليد اليمنى، وهدول اللي بيستعملوا اليد اليمنى عادة يشكلون 85-90% من البشر، ويبقى لدينا 10% من البشر هم العسراويين أو الذين يستعملون اليد اليسرى. أيضا عند هؤلاء الأشخاص العسراويين يكون نصف الكرة المخية الأيسر هو النصف المسيطر عند حوالي نصف الأشخاص العسراويين، يعني عندنا 85-90% من البشر يستعملون اليد اليمنى يكون نصف الكرة المخية الأيسر هو النصف المسيطر، وأيضا عندنا 10% من البشر يستعملون اليد اليسرى أو العسراويين، نصف هدول العسراويين بكون كذلك عندهم نصف الكرة المخية الأيسر هو النصف المسيطر، ويبقى حوالي نصف الأشخاص العسراويين يعني تقريبا 5% فقط يكون لديهم نصف الكرة المخية الأيمن هو النصف المسيطر. إذن وكنتيجة لهالشرح هذا عندنا 85-90% من البشر هني يمناويين يكون لديهم نصف الكرة المخية الأيسر هو المسيطر، 10% من البشر يكونوا عسراويين نصفهم يعني 5% منهم يكون لديهم الفص نصف الكرة المخية الأيسر هو النصف المسيطر، ويبقى لدينا فقط 5% من الأشخاص العسراويين هم اللي بيكون عندهم نصف الكرة المخية الأيمن هو النصف المسيطر. انتبهوا حتى ما تخلطوا بالموضوع، مفهوم نصف الكرة المخية المسيطر لا يقصد به من الناحية الحركية، والله أنه لا هذا اللي بيستعمل يده اليمنى
حركيا بيكون عنده نصف الكرة المخي الأيسر هو المسيطر، لا 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 تخلطوا بهالقصة هاي، لا يقصد به من ناحية الحركية، إنما يتعلق الموضوع بتوضع مراكز الكلام اللي حكينا عنهم باحتي بروكا وفيرنيكي، أي يعني هدول مراكز الكلام باحتي بروكا وفيرنيكي تتوضعان في نصف الكرة المخي الأيسر اللي يعني هو بيكونوا مسيطر عن 95% من البشر كما شرحنا سابقا. فما تخلطوا، الموضوع ليس متعلق بالناحية الحركي أو استعمال اليد اليمنى أو اليسرى، ولكن هي عبارة عن ملاحظة لوحدت أنه 95% من البشر تتوضع لديهم مراكز الكلام في نصف الكرة المخية الأيسر، فلذلك ما له علاقة بالموضوع الحركي. وبالتالي هون عند مشاهد حبس الكلامي عند مريض نتوقع أن تكون إصابته في النصف الأيسر من الدماغ كونه الفص المسيطر عند الغالبية العظمى من البشر، أما في حال إصابة نصف الكرة المخية الأيمن فعادة لا تحدث حبسة كلامية، بل يحدث عند المريض كما سنتحدث لاحقا متلازمة الإهمال، تحدث شغلي اسمه متلازمة الإهمال راح بشرح لكم إياها وما بترافق عادة مع حبسة كلامية. فدائما لما بتشوف مريض عنده حبسة كلامية ففورا تتوقع أنه الإصابة في نصف الكرة المخية الأيسر، يعني بيكون الشريان الأيمن هو المصاب بسبب التصل. هلأ رح نجي نحكي عن التروي الدماغية، التروي الشريانية للدماغ. يتلقى الدماغ ترويته من جملتين أساسيتين، أمامية من الشريان السباتي الباطن وخلفية من الشريانين الفقري والقاعدي. راح بجيكم صورة عن التروية الدماغية لتروية الدماغ. مثل ما كنا ملاحظين هون النصف الأمامي أو التروية الأمامية بشكل أساسي بتأتي من الشريان السباتي الباطن. الشريان السباتي الباطن بيعطينا الشريان العيني وبيعطي أيضا شريان المشيمي الأمامي، هدول لتغذية العين والمشيمي. بيعطينا الشريان المخي الأمامي في الطرفين، كل طرف بيعطي شريان مخي أمامي الأيمن والأيسر، هدول بيوصلوا عند الفص الجبهة وهناك في اتصال بيناتهم، ليس اتحاد، لاحظوا أنه هني كل واحد شريان لحاله ولكن بيتصلوا مع بعضهم بشغل اسمه الشريان المخي الموصل الأمامي. هلأ عنا استمرارية الشريان السباتي الباطن داخل القحف، يعني الفرع الانتهائي أو استمرارية الشريان السباتي الباطن داخل القحف يستمر على شكل الشريان المخي المتوسط. السباتي الباطن بعد ما يدخل القحف بيعطينا المخي الشريان المخي الأمامي، الشريان المخي الأماميين يتصلان فيما بينهما بالشريان الموصل الأمامي. استمرارية أو الفرع الانتهائي للشريان السباتي الباطن بيعطينا الشريان المخي الأوسط. أيضا الشريان السباتي الباطن بيعطينا لو نظرته للتروي الخلفي بيعطينا الشريان المخي الموصل الخلفي، هذا كمان مهم. الشريان المخي الموصل الخلفي بيوصل لنا بين الشريان المخي المتوسط وبين الشريان المخي الخلفي. الشريان المخي الخلفي بيجي بالتروي الخلفي هو الفرع الانتهائي للشريان القاعدي. هلأ رح ننتقل لأحكي عن التروي الخلفي. مثل ما كن شايفين الشريانين الفقريين أول فرع بيعطوا، طبعا هني بيعطوا الشريان النخاعي الأمامي هذا مغذي للنخاع الشوكي، بيعطونا أول فرع هو الشريان المخي الخلفي السفلي، هذا شريان كتير مهم وراح تشوفوا انه بيحدث متلازمة البصلي الجانبي الاحتشاء او انسداد هالشريان هذا. الشريانين الفقريين بعدين عند صعودهم الاعلى يتحدان فيما بينهما ويعطيان يتحدان فيما بينهما وبصيروا اسمهم الشريان القاعدي. تمام، قبل يعني بعد اتحاد الشريانين الفقريين وتشكيلهم لبداية الشريان القاعدة بيعطينا الشريان المخيخي السفلي الأمامي. أثناء صعود الشريان القاعدة للقحف بيعطينا
الشرايين الجسرية وهي اللي بتغذى الحدبي أو الجسر بسموها البونز. بعدين كمان بيعطينا الشريان المخيخة العلوي واستمرارية الشريان القاعدة بيتفرع بفروع انتهائية بيعطينا الشريان المخي الخلفي. استمرارية الشريان القاعدة بيتفرع لفرعين وبيعطينا الشريان المخي الخلفي اللي ذكرنا بيتحد مع التروية الأمامية بفرع من الشريان السباتي الباطن اللي هو الشريان الموصل الخلفي، وهي الحلقة اللي تسمى مسبع ويلس أو حلقة ويلس. هاي لازم ما تنسوها أبدا، مهم كتير بالتروية الدماغي سواء بالعصبية ولا بالجراحة العصبية. فهمتوها؟ واضحة تمام؟ تمام دكتور تمام. يلا هلا مثل ما ذكرنا بالصورة الشريان السباتي الباطن هذا بيدخل إلى القحف بيعطينا خمس فروع رئيسية إضافة لفروع ثانوية أخرى، والشريان الشريان الرئيسي اللي بيعطيها الشريان السباتي الباطن داخل القحف هي مثل ما ذكرنا الشريان العيني والشريان المشيمي الأمامي، وهذول خاصات بتروية العين. أيضا بيعطينا الشريان المخي الأمامي والشريان المخي المتوسط هو الفرع الانتهائي للشريان السباتي، وبيعطينا الشريان الموصل الخلفي. هلأ هوني في نقطة كتير مهمة بتروية الشرايين الدماغي ومناطق توزعها. يروي الشريان المخي الأمامي الناحية الأنسية والتي تتضمن التمثيل الجسدي للطرف السفلي، أما الناحية الوحشية والتي تتضمن التمثيل الجسدي لليد والكتف والوجه فالمسؤول عن ترويتها هو الشريان المخي المتوسط، وتكون أعراض الأذية الناتجة عن أي من الشرايين حسي حركي في الجهة المقابلة من الجسم. راح بشرح لكم صورة التمثيل الجسدي على قشرة الدماغ. لاحظوا هوني الناحية الأنسية اللي بتكون عند الشق المركزي أو شق سينوبيوس بتكون هي ترويتها من الشريان المخي الأمامي، وهي منطقة تمثيل الحسة للطرفين السفليين والجذع. انتبه هوني بالناحية الأنسية من تحت في تمثيل الحسة للجينيتاليز الأعضاء التناسلية، وفوق بتصير التمثيل الحسي والحركة للأطراف السفلية والجذع، وهي بتكون مروة من الشريان المخي الأمامي، وبالتالي عند إصابة الشريان المخي الأمامي يحدث لدى المريض خزل أو شلل شقي يصيب القدم أو الطرفين الطرف السفلي أكثر من اليد أكثر من الطرف العلوي. انتبهوا لما بتلاقوا مريض عنده حادث وعائي دماغي وعنده شلل شقي وبصيب الرجل أكثر من اليد، يعني إيده بتلاقيه بيحركها بشكل كويس بينما رجله ما عم يسمي يحركها، فهون بكون غالبا الإصابة على تفرع الشريان المخي الأمامي. أما الناحية الوحشية تكون هي ترويتها من الشريان المخي المتوسط، وهي تضمن التمثيل الجسدي لليد والكتف والوجه. لاحظوا التمثيل الوجه واليد قديش كبير على قشر الدماغ، لأنه كل ما كانت الحركات التي يقوم فيها الطرف أدق كل ما كان تمثيل القشرة أكبر، فلذلك اليد لأنه الحركات اللي بتقوم فيها حركات دقيقة بكون تمثيلها على سطح القشرة الدماغية أكبر بكثير من الرجل مثلا أو حتى الجذع. أيضا الوجه واللسان طلعوا قديش ما أدي لكم إياه، لأنه الحركات اللي بيقوم فيها دقيقة كثير فبكون تمثيل القشرة أكبر. فمثل ما ذكرت هاي الناحية الوحشية بتكون ترويتها من الشريان المخي المتوسط، فبالتالي عند إصابة الشريان المخي المتوسط يحدث لدى المريض خزل أو شلل شقي يصيب الطرف العلوي والوجه واليد والكتف أكثر من الطرف السفلي. فهاي كمان شغلة يعني سريرية، لما نلاقي مريض عنده حادث وعي دماغي وعنده خزل شقي إيده ما بيحسن يحركها بينما بيحسن يحرك رجله، فهذا بكون غالبا الإصابة على مستوى الشريان المخي المتوسط. حكيم معلش
تشرح لنا هاي الصورة، لأنه هاي بتتكرر معنا كثير وما عم نفهمها. هي مهمة بس ما عم نفهمها يعني. يا اشرح هاي. لو حط المؤشر دكتور. هاي الصورة بتمثل يعني هي تمثيل الجسدي على قشرة الدماغ. فعندك مثل ما بحكي لك هون الشق المركزي الناحية الأنسية بتبدأ بتمثيل الجينيتاليز هي الأعضاء التناسلية، وعندك التمثيل القشرة سواء كان حسي ولا حركة للقدم والجذع اللي هي الترنك، وبعدين بيجي الكتفين والإلبو المرفق. تمام؟ هاي الجانب الأيسر للصورة، وحتى رسم لكم إياها. حكي ممكن تحط المؤشر؟ ما عندي مؤشر لأني عم اشتغل على الموبايل. بالناحية الوحشية بيجي تمثيل الحسة والحركة لليد. لاحظوا التمثيل الحسي لليد قديش كبير، لأنه كل ما كان العضو يقوم بحركات دقيقة أكبر كل ما كان التمثيل الحسي والحركة على قشرة الدماغ أكبر، وأيضا الوجه واللسان طلعوا مع أكبر التمثيل الحسي لهم، فقياسا للحركات الدقيقة التي يقوم بها العضو. الصورة سهلة الحكيمة، هي عم تشرح حالة أصلا. دكتور هاي كان موجود عليها تعليق أنه المقصود منها أنه الأعضاء تتمثل على القشرة الدماغية غير متعلقة بحجمها، وإنما بقدر المهارة اللازمة لاستخدامها. يعني طيب الأمر مو بالحجم. طبعا بحكي دكتور هو هذا اللي عم يحكيه، عم يحكي لك أنه دقة الحركات أو المهارات اللي تقوم فيها العضو. يعني شو معنى هلق الرجل ما عنده حركات مثل حركات اليدين أو الأصابع، تمام؟ دقة الحركات أو المهارات اللي بيقوم فيها اليدين أكبر بكثير من دقة الحركات أو المهارات اللي بتقوم فيها الرجلين، ولذلك تمثيل القشرة لليدين لليد بيكون أكبر بكثير من التمثيل القشرة للقدم. هذا المقصود فيها. هلا راح نحكي عن التروية الأمامية، يعني احتشاءات دماغية أو الحوادث الوعية الدماغية في مواضع التروية الأمامية. بشكل عام نستطيع تحديد موقع الاحتشاء من خلال الأعراض التي يعطيها انسداد كل فرع من الشرايين المروي للدماغ. فعند انسداد الشريان السباتي الباطن ستظهر الأعراض في جميع الأماكن المروى من الفروع الثلاثة، واللي هي العينة والمخ الأمامي والمخ المتوسط اللي هن هذول فروع الشريان السباتي الباطن، حتى في حال كانت الحدثية عابرة، وهو هذا اللي بندعوه متلازمة الشريان السباتي الباطن. فإذا انسد الشريان السباتي الباطن راح تتأثر المناطق المروة بفروعه كلها. أما في حال انسداد أحد هذه الفروع فستظهر الأعراض في المنطقة المروة بهذا الفرع فقط، مثل يعني إذا انسد الشريان العيني تتأثر العين وبصير عندنا فقد رؤية بالعين، إذا انسد الشريان المخ المتوسط فيه له توزع معين، وإذا انسد الشريان المخ الأمامي فيه له توزع معين راح نتكلم عليهم بالتفصيل. هلا الشريان العيني قد يحدث الانسداد على مستوى الشريان العيني بذاته أو على مستوى الفرع الشبكي له. الشريان العيني هون بيعطي هاي الأوفثالميك آرتري بعد ما يطلع من الشريان السباتي الباطن بيعطي سنترال ريتينال ارتري الشريان الشبكي المركزي. فقد يحصل الانسداد اما بالشريان العيني او على مستوى الشريان الشبكي المركزي، وهون بهالحاله هي بسبب عمى في الجانب الموافق لجهه الاصابه. انتبهوا هون ما في تصالب، فعندما بينسد الشريان العيني الايمن فيحدث العمى في العين اليمنى، أو بالأيسر فيحدث العمى في العين اليسرى. هون قد يكون الانسداد عابرا أو متشكلا، رح نشرح شو معنى العابر وشو معنى المتشكل. الحادث الوعائي العابر أو ترانزيت اسكيميك اتاك أو بيسموها تي اي
إيه هذا يتظاهر لدى المريض بعمى تام وحيد الجانب وعابر، يتراجع خلال أقل من ساعة وقد لا يستمر أكثر من 10 دقائق ثم يتراجع. ففي حال إذا كان بشكل عام الحادث الوعائي الدماغي سواء كان انسداد بالشريان المخي الأمامي ولا المتوسط ولا الخلفي، وحدث عند المريض أعراض توحي بحادث وعائي دماغي مثل خزل أو شلل شقي، وتراجعت الأعراض خلال فترة أقل من 24 ساعة، فهذا ما ندعوه TIA أو الحادث الوعائي العابر. بشكل عام هذا التعريف، إنه إذا استمرت الأعراض أقل من 24 ساعة يعني مريض حصل عنده خدر ونمل أو شلل وشقي وتراجع خلال أقل من 24 ساعة، فهذا بنعتبره نشبي أو نوبة نقص عابر. أما إذا استمر لمدة 2 أو 3 أيام أو أكثر، فهذا يعتبر حادث وعائي دماغي متكامل، أو هون بالبحث بسموه المتشكل، يعني إنه ستروك نشبي. فالمريض اللي بيصير عنده انسداد بالشريان العيني، يشعر المريض كأنه ستارة تنسدل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، حتى يفقد البصر بشكل مؤقت، بيحدث عنده غياب بالساحة البصرية إما بالنصف العلوي أو والسفلة. وأحياناً قد يتظاهر الحادث العابر بتشوش في الرؤية، ويكون فحص قرى العين سليماً. هاي كتير مميزة للانسداد على مستوى الشريان السباتي الباطن، بيحدث شغلة اسمها الأمايروسيز فاجوكس، هي اسمها النشبي العابرة، بتؤدي لفقد رؤية مفاجئ وعابر في عين واحدة. متى ما ذكر هالشيء هذا، فهذا يعتبر إما انسداد على مستوى الشريان العيني أو على مستوى الشريان السباتي الباطن. وأحياناً قد يكون متكرر أكثر من مرة بالنهار، يعني المريض تلاقيه بيفقد الرؤية لمدة ساعة أو ساعتين، وبعدين بترجع له الرؤية، ويتكرر أكثر من مرة بالنهار، أو أحياناً بيتكرر على مدى أسابيع قبل حدوث انسداد كامل في الشريان السباتي الباطن. هذا فيما يخص إذا كان الحادث الوعائي الدماغي عابر، أنه بيكون مدته أقل من 24 ساعة، وغالباً هو ما بيستمر أكثر من ساعة أو ساعتين وبتراجع. أما الحادث الوعائي الدماغي المتشكل ستروك، يعني هذا المتكامل اللي بيستمر أكثر من 24 ساعة، بيتظاهر بعمى دائم تام وحيد الجانب، يبقى العمى موجودا حتى بعد مرور عدة أيام. يشاهد بفحص قرى العين احتشاء في الشبكية، بتكون الشبكية شاحبي بلون أبيض بسبب نقص التروي، وبتكون متوذمة مع تقبض وانخماص في الشرايين، أو هاي ما تسمى علامة حبة الكرز، هاي بتدرسوها بالعيني. على اليمين هاي الصورة، هاي صورة تنظير قرى العين الطبيعي. أما هاي الصورة اللي على اليسار، هاي اللي حادث فيها انسداد بالشريان الشبكي المركزي أو انسداد بالشريان العيني، بتصبح شبكي شاحبي ومتوذمي ومع انخماص بالشرايين. الشرايين تلاقوها طلع هيك، صارت كثير مظهرها دقيق ومتقبض. بفحص الساحة البصرية بهالحالات هاي، بتلاحظوا انه فقد رؤية كامل بالعين المصابي. بهالحالة هاي انه المريض طلعوا الساحة البصرية اللي بلون اسود، هي فقد رؤية بالعين اليسرى، اما العين اليمنى بتكون الساحة البصرية فيها طبيعية، فهذا بكون على مستوى الشريان الشبكي المركزي أو على مستوى الشريان العيني. وبتم فحصه، بتخلي المريض يغمض إحدى عينيه وينظر بالعين الأخرى، فإذا ما شاف بالعين اليسرى أي شيء، فهذا يعتبر فقد رؤية تام وحيد الجانب. وهذا ما بنشاهده في إصابة الشريان العيني أو انسداد الشريان الشبكي المركزي. هلا هون هاي الفكره اللي حكيت عنها، انه قد يعاني الكثير من مرضى انسداد الشريان السباتي الباطن خلال طور الانسداد من نشبات عينيه عابره دون حدوث انسداد تام. بتلاقي هي بتكون عباره عن مقدمه لظهور انسداد تام في الشريان السباتي الباطن، انه بيحدث عنده فقد رؤيه وحيد الجانب متكرر.
فهون بتكون أغلب الشرايين المروية للدماغ مسدودة ولا يترافق ذلك إلا مع بعض الأعراض البصرية العابرة. لذلك بهالحالة هي يجب التدقيق في القصة المرضية والقيام بالاستقصاءات المناسبة، لأن هذه النشبات العينية قد تكون هي الشكوى الرئيسية للمريض. لما بصير عند بيجيك أي مريض عم يشكي من فقد رؤية وحيد الجانب ومتكرر، عم يدوم ساعة أو ساعتين وبيزول وبيرجع بيتكرر مرة تاني، فهون أول شيء لازم تفكر فيه هو انسداد على مستوى الشريان السباتي الباطن. وأيضا إلها أهمية سريرية مثل أهمية علاجية. عند وجود أعراض ناتجة عن تضيق الشريان السباتي الباطن نرسل المريض للجراحة، أما في حال عدم وجود الأعراض يوجد خلاف على إجراء جراحة من عدم. هلأ رح نجي نحكي عن نقص التروي أو انسداد الشريان المخي المتوسط. رح نذكر بالمناطق اللي بيرويها الشريان المخي المتوسط، هو بيروي المناطق الدماغية العميقة وذلك عبر فروعه العميقة التي تعرف باسم الشرايين العدسية المخططة أو بسموها الشرايين الثاقبة. هاي الشرايين الثاقبة بتغذي المحفظة الداخلية، ومثل ما بتعرفوا المحفظة الداخلية هي مكان لعبور السبل الدماغي الصاعدي والنازلي، يعني الصاعدي اللي تطلع من نخاع الشوكي باتجاه القشر الدماغي، والنازلي هي مثل السبيل الهرمي أو بسموه السبيل القشري النخاعي، هو هذا السبيل الهرمي بكون نازل وبمر من المحفظة الداخلية. أيضا بروي النوى القاعدي التي هي لها دور كبير في المساعدة في بدء الحركة. من المناطق اللي برويها الشريان المخ المتوسط المنطقة الوحشية من القشرة الحسية الحركية اللي ذكرتها شوي على الصورة، وهي المسؤولة عن الحس والحركة في الوجه والطرف العلوي. لذلك في حال إصابة الشريان المخي المتوسط تكون الإصابة على مستوى الوجه والطرف العلوي أكثر من الطرفين من الطرف السفلي. أيضا بروي باحات الكلام في نصف الكرة المخي غير المسيطر. باحة بروكا تقع ضمن مناطق امتداد الانقسام العلوي للشريان المخي المتوسط، وباحة فيرنيكي ضمن مناطق امتداد الانقسام السفلي. ايضا بروي الشريان المخ المتوسط الحزمي المقوسي الواصلي بين باحتي بروكا وفيرنيكي. انتبهوا، الشريان المخ المتوسط هو المغذي الاساسي لمراكز الكلام، وبالتالي حدوث الحبسات يوحينا دائما انه الشريان المخ المتوسط هو المصاب. طبعا قد تحدث على مستوى الشريان المخ الامامي لانه هو ممكن بغذي باحت بروكا، ولكن بشكل أساسي إذا حدثت حبسة كلامية فغالباً بتكون على مستوى توزع الشريان المخي المتوسط. لاحظوا هون هاي تروية الشريان المخي المتوسط، هاي الشرايين الصغيرة المتفرعة داخل الدماغ، هاي بسموها الشرايين الثاقبة، بتغذي المحفظة الداخلية والنويات القاعدية، وهي أحياناً في نوع من الاحتشاءات الدماغية بسموها الاحتشاءات الفجوية، هي عبارة عن احتشاءات صغيرة كتير، القطرة بكون تقريبا بحدود نص سنتي متر، وهي اللي بسموها الاحتشاءات الفجوية، وتنجم عن انسداد هاي الشرايين، واغلب ما بتحدث عند مرضى ارتفاع توتر الشريان. ايضا بروي باحات الكلام، فلاحظوا هوني السوبرير ديفيجن او الانقسام العلوي، هذا بروي هوني باحت فيرنيكي، وأما الانقسام السفلي بروي باحث الانقسام العلوي بروي باحث بروكا، أما الانقسام السفلي فبروي باحث فيرنيكي. هلأ رح نجي سريريا شو بيتشاهد عند المريض اللي عنده انسداد أو احتشاء دماغي على توزع الشريان المخي المتوسط. إذا كانت الإصابة في الفروع العميقة المروية للمحفظة الداخلية، هاي بتأدي لخزل وخدر شقة مقابل. دائما هون على مستوى المحفظة الداخلية هون بتمر السبل الهرمية وبتتصالب، فبيحدث خدر وخزل شقة بالجهة المقابلة للإصابة. بتشمل الأعراض كل من الطرف العلوي
والسفلي والجذع والربع السفلي من الوجه. انتبهوا من الإصابة على مستوى المحفظة الداخلية بتشمل الشق كاملا، الوجه والطرف العلوي والجذع والطرفين السفليين، لأنه في حال أي إصابة مفاجئة للحس والحركة تشمل المستويات الثلاثية من الجسم، يعني الوجه والطرف العلوي والطرف السفلي كلهم بيكونوا فاقدين الحركة بشكل كامل، أو فيهم خدر ونمل بشكل شقة. نتوجه هون مباشرة لإصابة المحفظة الداخلية بسبب حدوث حادث وعائي دماغي في الفروع العميقة للشريان المخي المتوسط. إذا كانت الإصابة هون بس انتبهوا علي، إذا كانت الإصابة على مستوى المحفظة الداخلية بيكون الشلل شق كامل، يعني يا إما بيكونوا شلل خضر أو نمل حسة أو حركة، أو أحيانا بيكونوا الحس والحركة كاملا. فإذا كان على مستوى الوجه والطرف العلوي والطرف والجذع والطرف السفلي كلها المشلولات بنفس الدرجة، فهذا هو مفكر بإصابة المحفظة الداخلية. أيضا من الملاحظات المهمة، في حال وجود إصابة مركزية للعصب الوجه نلاحظ وجود لقوي في النصف السفلي في الجانب المقابل من الوجه فقط. دائما إصابة المركزية، شو المقصود بالإصابة المركزية للعصب الوجه؟ المقصود فيها هو إصابة نواة العصب الوجه فما فوق، هاي بتؤدي لإصابة احنا بنسميها إصابة مركزية، يعني الإصابة بتكون أبر موتور نيورون، يعني إصابة نورون علوة، بتكون الإصابة إما في النواة فما فوق إلى القشرة الحركية اللي جاي منها التعصيب الحركي للوجه، فهذا بنسميه لقوي مركزي. اللقوي المركزي عادة بتصيب نصف السفلي للوجه، ما بتصيب العين والجبهة مثل شلل بيل. شلل بيل هو أو الإصابة المحيطية للعصب الوجه بتصيب نصف الوجه بشكل كامل، يعني المريض ما بحسن يقطب جبينه ولا يرفع حاجبيه. لما المريض ما بحسن يقطب جبينه ولا يرفع حاجبيه وفي عنده انحراف بزاوية الفم، فهذا بتكون إصابة محيطية للعصب الوجه. أما إذا المريض كان بيحسن يقطب جبينه ويرفع الحاجب، فهون هي بتكون إصابة مركزية للعصب الوجه. أيضا ممكن ترافق إصابة الشريان المخي المتوسط مع إصابة فروع النواة القاعدية اللي بيروي النواة العدسية، فهون بتكون هاي النوايات القاعدية بتؤدي لأعراض مثل أعراض الباركنسونية، وبتعطي أعراض خارج هرمية. أعراض خارج هرمية راح ندرسها لاحقا، وهي الصمل والرجفان وبطء الحركة وفرط المقوي العضلي. أما في حال إصابة الفروع المروية لقشر الدماغ وهي الفروع الانتهائية اللي شرحنا عنها قبل قليل، يصاب المريض بخزل أو شلل من نمط إصابة عصبون محرك علوي. إصابة العصبون المحرك العلوي دائما بتؤدي لحدوث شلل تشنجي، بكون ما بكونوا شلل رخو. بالمرحلة الحادة من الإصابة بكونوا شلل رخو، بعدين بيتطور عند المريض شلل تشنجي بالإضافة لاشتداد المنعكسات الوترية وظهور المنعكسات المرضية مثل منعكس بابنسكي، وأيضا بترافق مع فقد الحس في الجانب المقابل في كل من الطرف العلوي والربع السفلي من الوجه. لذلك مثل ما ذكرت، لما بتلاقي عندك المريض عنده شلل أو خدر ونمل شقي يصيب الطرف العلوي والربع السفلي للوجه أكثر من إصابة الطرف السفلي، فهم بتفكر بإصابة الشريان المخي المتوسط. أما الشريان المخي الأمامي بيكونوا بالعكس، بيصيب القدم أو الرجلين أكثر من اليدين. في حال إصابة الفروع المروية للتشعع البصري في الخلف، هون بتسبب شغلي اسمها عمى شقي متماثل، هي كثير شائعة بالأسليب بسموها الهومونيماس هيمي أنوبيا، وهي تعبيرة أنه عمى شقي متماثل، وهي ما شائعة بإصابات الشريان المخي المتوسط، أكثر شيء بتصير بإصابات الشريان المخي الخلفي.
وهي دائما يعبر عنها هذا الهيمونيمس هيمي انوبيا، العمى الشقي المتماثل بيكون متماثل بالطرفين. هون مثل ما انتم شايفين نصف الساحه البصري مفقود، هذا اللي بيسموه الهيمي انوبيا، يعني فقد رؤيه نصفه، والهيمونيمس هو متماثل او متوافق. في حال إصابة الفروع المروي لباحات الكلام في نصف الكرة المخية المسيطر، هوني بتحدث حبسي بأنواعها المختلفة في الإصابات الشاملة، يعني إصابة الأقسام العلوية بعد تفرع الشريان مخي متوسط اللي هي بتغذي باحة بروكا، بتسبب حبسي تعبيري، يعني هاي الحبسي مثل ما قلنا هي عبارة عن حبسي غير طليقة، يفهم المريض ما يسمع وما يقال ولكنه غير قادر على التعبير، وبكون عنده مفردات الكلام قليل. الإصابة الشاملة للانقسام السفلي اللي بتغذي باحة فيرنيكا بتسبب حبسي استقبالي، المريض يتكلم بطلاقة وبشكل ثرثار لكنه ما بيستوعب، تحكي معه ما بيفهم عليك ولكن بيحكي شراوي غروي. أما في حال إصابة جذع الشريان المخي المتوسط فتحدث حبسي مختلطة أو حبسي شاملي، بسموها يعني حبسي استقبالي وتعبيري. هون هاي المترازمة اللي حكيت لكم عنها، هاي في حال إصابة الفروع المروي لقشر المخ غير مسيطر واللي هو غالبا بكون نصف الكرة المخية الأيمن، هون بيحدث عندنا متلازمة اسمها إهمال الطرف المقابل من الفراغ اللي هي نيجليك، أو يعني هي بسموها متلازمة إهمال. هاي تتضمن هاي الظاهرة إهمال المريض للنصف المقابل من جسمه والنصف الأيسر من كل ما حوله. فأنت لما بكون عندك انسداد بالشريان المخي المروي لنصف الكرة المخية الأيمن، بيحدث عندك خزل وشلل شقي بالطرف الأيسر، تمام؟ فهذا المريض اللي بيحصل عنده إصابة بنصف الكرة المخية غير مسيطر، بيحصل عنده خزل وشلل شقي بالطرف الأيسر، وبتحصل عنده هاي المتلازمة اسمها الإهمال، بيهمل النصف الكامل، بيهمل الشق المشلول من جسمه بشكل كامل. وحتى من ناحية الرؤية كمان بيهمل الشق الأيسر من جسمه بشكل كامل، لذلك سميت متلازمة الإهمال. يصطدم المريض بالأشياء التي تقع على يساره لأنه يهمل وجوده رغم سلامة الوظيفة البصرية عنده، يعني هو ما بيكون عنده إصابة بصرية ولكن كونه حتى نظر، حتى إذا بتطلب منه ينظر للجانب الأيسر ما بيرضى المريض، بيقول لك هذا ما لي علاقة فيه، هذا الجزء المشلول والطرف الأيسر ما بينظر إليه أبداً وبيعتبره مو جزء من جسمه. حتى أكثر من هيك بتلاقيه بيحلق بس النصف الأيمن من دقنه وبترك النصف الأيسر، حتى أكثر من هيك إذا حطيت له صحن لا يأكل بتلاقيه بيأكل فقط بالنصف الصحن الأيمن والأيسر بيترك، لذلك بيحمل كل شيء له علاقة باليسار وبالطرف المشلول. وهون مثل ما تكلم قد يقوم المريض بحلاقة نصف ذقنه أو يأكل فقط نصف الصحن الذي أمامه اللي بيكونه من جنب اليمين، لأنه هو ما بفعل ينظر لليسار أبداً أبداً ولا يرى سوى الجانب الأيمن من الصور أو يرسم النصف الأيمن من الساعة فقط. فمثلاً مريض لديه إصابة في نصف الكرة الدماغية اليمنى اللي هي حكينا عنها الفص غير مسيطر، يحدث لديه شلل وخدر في الشق الأيسر من الجسم إضافة إلى إهمال النصف الأيسر من الساحة البصرية، فهوني بسموها إهمال للفراغ وإهمال للجسم. وقد يأتي المريض للمشفى غير مدركا لإصابة الجانب الأيسر من جسده وبيتعامل معه وكأنه غير موجود، ولاحظوا هوني أنه بمتلازمة الإهمال أو في حال إصابة نصف الكرة المخية غير مسيطر أو نصف الكرة المخية الأيمن ما في حبسي كلامي. الحبسي الكلامي تحدث في إصابة نصف الكرة المخية الأيسر أو النصف المسيطر. هاي صورة بتمثلكم المريض، مريض عنده إصابة بنصف الكرة الدماغية اليمنى
وبيحصل عنده خدر وخزل شقي أيسر، فبتظهر عنده بظاهرة إهمال الطرف الأيسر من الجسم ومن الفراغ حتى ما بيشوف كل شيء على اليسار. وأيضا هون هاي الصورة لا تنسوها إنه بيأكل فقط بالطرف اليمين وما بينظر للطرف اليسار نهائي. كيف الأمور ماشي معكم؟ تمام؟ تمام حكيم، تمام. متابع؟ متلازمة الإهمال بتصير بس على مستوى إصابة الشريان المخي المتوسط؟ إيه نعم. بالنصف الكرة غير المسيطر؟ إيه نعم نعم، يعني ما بتحدث على مستوى إصابة الشريان المخي الأمامي، فقط تحدث على مستوى إصابة الشريان المخي المتوسط وهو بيكون الأيمن، لأنه بغذي نصف الكرة المخية غير المسيطر أو الأيمن. فلما بتشوف مريض بشكل عام، شلون بدك تعرفون؟ لما بتشوف مريض عنده خدر وخدر شقي أو شلل شقي بيصيب الطرف العلوي أكثر من الطرف السفلي، فهون أول شيء توجه لإصابة الشريان المخي المتوسط. فإذا كان الإصابة بالشق الأيمن من الجسم، يعني عنده الشلل بالشق الأيمن من الجسم، فهون بيكون نصف الكرة المخية الأيسر هو المصاب بسبب التصالب. إذا كان عنده حبس كلامي، هاي بتأكد لك أنه نصف الكرة المخية الأيسر هو المصاب. أما متلازمة الإهمال، إذا كان عند المريض خدر ونمل شقي أو خزل شقي أو شلل شقي بالطرف الأيسر من الجسم بدون وجود حبس كلامي، فهذا بدلك على إصابة نصف الكرة المخية الأيمن، وبتكون الإصابة على مستوى تفرع أو على مستوى التروي الدماغي للشريان المخي المتوسط. راح بتابع معكم، بعطيكم بالنسبة للمخ الأمامي، خزل بالنصف كله ولا بس بالطرف السفلي؟ لك لازم بس بالطرف السفلي. بصير شوف، هو بصير سواء، شوف انتو بتعرف شو معنى الخزل والشلل؟ اي حكيم اي. طيب لما بيحصل خزل شقي او شلل شقي، اذا حصل عنده خزل، الخزل هو عبارة عن ضعف القوي العضلي، يعني بيحسن يحرك ولكن نعم اقول انه ضعف بالمقوي العضلي بشكل عام الخزل. لا، ضعف بالقوي وليس بالمقوي. تمام. ضعف بالقوي، يعني مثلا اذا كانت القوه العضليه الطبيعيه هي 4 على 4، ممكن تلاقيها 2 على 4 او 3 على 4، هذا معنى الخزل. اما الشلل هو فقدان حركي كامل. هو المريض بيحصل عنده خزل او شلل شقي، تمام، ولكن انت عم تسالني على مستوى الشريان المخي الامامي، صح؟ صح، تمام. ايه، فبتلاقي هو عنده شقي، ولكن بتلاقي حركه الطرف العلوي، بتلاقي عنده المقوي العضلي بالطرف العلوي باليد اليمنى بتلاقيها 3 على 4، بينما مثلا بالطرف السفلي بتلاقيها 0 على 4، يعني رجله ما بيحسن يحركها ابدا ابدا مهما حاولت معه، اما ايده بتلاقيه بحركها. هون تتوجه انه هذا اصابه الشريان المخي الامامي. مفهوم؟ مفهوم. هلا بنحكي على متلازمه الشريان المخي الامامي، وراح نذكر بالمناطق اللي بيرويها. بيروي مناطق من الفص الجبهي باحيات التفكير والسلوك، وبيساهم ايضا بترويه باحيه بروكا، وبيؤدي مثل ما شرحت على الصوره، بيروي الوجه الانسي للدماغ، متضمن الباحات الحركيه والحسيه للطرف السفلي والمسارات، وبالتالي بتكون الاصابه على مستوى الطرف السفلي اكثر من اصابه الطرف العلوي. هلا الاصابات التي يمكن ان تشاهد في سياق احتشاءات الدماغية على مستوى الشريان المخي الأمامي، وهي إصابة الجزء المروي للفصوص الجبهية، وهون بيتظهر باضطرابات بالسلوك والشخصية، بتأدي لحدوث اضطرابات نفسية تتمثل باللامبالاة، وبيتكلم بهمس، ما بعود يحكي مثل صوتنا العادي، صار يحكي لك بشكل همس. أيضا بيؤدي لظهور المتلازمة الجبهية التي تتميز بظهور منعكسات معينة يطلق عليها فرونتال ريليز ساين، ف
فبصير عنده بيقوم بحركات مص، يعني بيعمل مثل منعكس المص ومنعكس الإطباق، بيرجع للحياة البدائية. هذا منعكس المص والإطباق وين بتشوفون؟ عادة عند حديثي الولادة، صحيح؟ فبتلاقي هذا المريض صار تظهر عنده هالمنعكسات هاي. اضطرابات بالسلوك الشخصي أيضا تحدث، اضطرابات في التبول كما يشاهد سلس البول في حال إصابات ثنائية الجلد بشكل شائع. عادة تصاب المسرات في الحوادث الوعية الدماغية، فممكن يحدث عند المريض اضطرابات بالتبول، تلاقي بول على حاله، فأغلبها بتصير على توزع الشريان المخي الأمامي. في حال الإصابة كانت في نصف الكرة المخية المسيطرة مع أذية باحث بروكا، تسبب حبس تعبيري غير طريقة مع قدرة سليمة على الترديد. هون بإصابة الشريان المخي الأمامي، لأنه مو هو بيغذيها بشكل كامل، هو بيغذي جزء منها، فبتحدث حبس تعبيري وبتكون الحبس غير طريقة، لكن الترديد بيكون سليم. أما اللي بتكون ناجمة عن إصابة الشريان المخي المتوسط بيكون الترديد مضطرب. في حال إصابة الجزء المروي للقشر الأنثى من الدماغ كما شرحناها أكثر من مرة، يصاب المريض بخزل وفقد حسه في الطرف السفلي المقابل من نمط إصابة عصبون محرك علو. بعض الملاحظات، تسبب إصابة الشريان المخي الأمامي حبسة بروكا فقط، ما بيتظهر على شكل حبسة فيرنيكي أو حبسة تعبيري، في حال أن إصابة الشريان المخي المتوسط قد تؤدي إلى حبسة بروكا أو حبسة فيرنيكي حسب الفرع المصاب. كل من الشريان المخي الأمامي والشريان المخي المتوسط يرويان ما يقارب ثلثي الدماغ باستثناء المنطقة القفوية وجزء من الناحية الصدغية. هاي صار معادي الفكرة أكثر من مرة، يروي الشريان المخي الأمامي الناحية الأنسية من الدماغ، وهي المناطق المسؤولة عن التمثيل الحسة والحركة للطرفين السفليين، فبيظهر بخزل أو شلل شقي بيصيب الطرف السفلي أكثر من الطرف العلوي، بينما يروي المخ المتوسط بفروعه النهائي ثلثي الوجه الوحشي للقشرة الدماغي، مناطق تمثيل الحسة والحركة للجسم من الوجه وحتى اليدين. فإصابة الشريان المخي المتوسط ستؤدي إلى فقدان الحس والحركي في الوجه والطرف العلوي، أما إصابة الشريان المخي الأمامي ستؤدي إلى فقد الحس والحركي في الطرفين السفليين. طبعا هذا الكلام ليس قاعدة مطلقة، توجد بعض الاستثناءات كإصابة المادة البيضاء المروة بالشريان المخي الأمامي مما يؤدي إلى أذية شاملة ولا تقتصر على الأطراف السفلي. يوجد أيضا فروع أخرى للشريان المخي المتوسط تروي المناطق الأعمق من الدماغ، وبالتالي مثل ما شفنا أنه هو بروي المحفظة الداخلية، فلذلك قد تختلف الأذية المشاهدة عما ذكرنا. رابع، أعطيكم الصراحة 5 دقائق ومنتابع حتى ما بس تعيدوا التركيز تبعكم. الصراحة لمدة 5 دقائق ونرجع منتابع المحاضرة، نحكي عن التروي الشرياني الخلفي. الشرياني الخلفي وهي بتشمل مثل ما شفنا بالصورة الشريانين الفقريين، هدول بيتحدوا مع بعضهم وبيعطوا الشريان القاعدة، والشريان القاعدة هو اللي بيعطي الشريانين المخيين الخلفيين في كل جهة. هذه الشرايين تعتبر مسؤولة بشكل رئيسي عن ترويض جذع الدماغ والفص القفوي والناحية العلوية من نخاع الشوكي، لأنه بتعطي الشريان مثل ما شفنا الشريان الفقرين بيعطوا الشريان النخاعي الأمامي. تعد إصابة هذه الجملة من أخطر إصابات الجملة العصبية، حيث يحتوي جذع الدماغ على نويات الأعصاب القحفية وأيضا السبل الصاعدي والنازلي ومركز القلب والتنفس. وبتتراوح الإصابات بين، وهي تعد وصفية لإصابات جذع الدماغ، متلازمة جذع الدماغ نتيجة إصابة الأعصاب القحفية، وأيضا تؤدي إلى متلازمة متصالبة أو منسميها الشلول المصاب المتصالبة، وتشمل
هاي نويات الأعصاب القحفية في نفس الجانب، يعني في نفس جهة الإصابة، لما بتشوف إصابة نويات الإصابة مركزية بالأعصاب القحفية في الجهة الموافقة لجهة الإصابة إبسي لاترال مع إصابة السبل الصاعدي والنازل في الجانب المقابل، لأن الحزم تتصارب فيما بينها على عكس الأعصاب القحفية، وهي المتلازمة وصفية جدا ولا تشاهد إلا في أيديات جذع الدماغ. فبشكل عام متلازمات التصالب أو شلول المتصالبي لما بتشوف عند المريض إصابة مركزية مثلا بالعصب الوجهي أو بالجهة الموافقة لجهة الإصابة وعنده شلل أو قدر بالطرف المقابل، فبتتوجه هاي الإصابة بتكون في جذع الدماغ، وهي ما تسمى متلازمات التصالب أو شلول المتصالبي. دكتور فاصل مشاركة الشاشة. فاصل مشاركة الشاشة. اي دكتور ما في. لا فاش. ثواني. واضحة هلا؟ اي دكتور واضح. تمام، راح برجع بعيدة مشان تركزوا الفكرة. هو أنه تعد إصابات هالمناطق هي أخطر إصابات في الجملة العصبية، وبيحتوي جذع الدماغ على نويات الأعصاب القحفية والسبل الصاعدي والنازلي ومراكز القلب والتنفس، وبتتراوح إصاباتها بين متلازمة جذع الدماغ، هون بتنصاب فيها الأعصاب القحفية وبتكون الإصابات مركزية. والشيء المميز لإصابات جذع الدماغ هي شلول المتصالبي أو متلازمات التصالب، فبيحدث إصابة بنويات الأعصاب القحفية، يعني إصابة مركزية بالأعصاب القحفية بتكون في نفس جهة في نفس الجهة المصابة إبسي لاترال، بينما بيكون الشلل والخدر والنمل الشقي في الجهة المقابلة للإصابة كونترا لاترال، لأنه هون الحزم تتصالب على عكس الأعصاب القحفية. الأعصاب القحفية هون بتنصاب بمنطقة النويات، فبتكون الإصابة مركزية وبتكون بالجهة الموافقة، أما الإصابات المحيطية بتكون متصالبة فتحدث بالطرف المقابل لجهة الإصابة. ولما بتشوف شلول متصالبة هاي بتكون مميزة لإصابات جذع الدماغ. تظهر الأذية بإصابة أحد الأعصاب القحفية أو بإصابة الحزم الصاعدي أو النازلي، بيحدث عند المريض شلل أو فقد حس إذا كان الشريان صغير، أو بالإصابات المتصالبة إذا كان الشريان أكبر قليلا. هون في ملاحظة، في حال انسداد الشريان القاعدي في بدايته تكون أمام إصابة مهادية ثنائية الجانب، وبتكون هي دراماتيكية، بيدخل المريض على إثرها بسبات بسبب إصابة الحزمة الشبكية والمهادية، وعادة ما تكون الإصابة نتيجة صمات انطلقت من القلب أو للشرايين الفقرية القاعدي. بس نشوف مريض من أول حادث وعي الدماغي دخل بسبات، فغالبا هون بكون الإصابة على مستوى شريان الفقري القاعدي. هلا بنحكي عن الإصابات على توزع الشريان المخي الخلفي. هذا الشريان المخي الخلفي مسؤول عن ترويد القشر القفوي البصري، وهو مسؤول عن الرؤية بشكل أساسي. الشريان المخي الخلفي يعطي في بداية مسيره فروع عميقة إلى كل من الدماغ المتوسط والمهاد والحصين وجزء بسيط من المحفظة الداخلية وشريط الجسم السفلي. هلأ إصابة القشر البصري اللي هي مثل ما حكينا بتكون متقطعة بالقشر البصري بالفص القفوي، بتسبب شغلة اسمها ما تنسوها إصابة القشر البصري، عمى شقي مماثل في الجهة المقابلة للإصابة، هون بتصير كونترا لاترال هيمونيماس هيمي أنوبيا، بتكون عمى نصفي شقي متماثل ولكن في الجهة المقابلة لجهة الإصابة، وهي من أهم علامات إصابة الشريان المخي الخلفي، وغالبا ما بتقتصر الإصابة عليها. مثلا إذا كان الإصابة في الشريان المخي الخلفي الأيسر بتسبب عمى شقي متماثل أيمن.
مثل هاي الصورة. هيك بيكون بس بيكونوا كونترا لاترال، يعني بالطرف المقابل لجهة الإصابة. هون كيف بنفرق بين العمى الشقي المتماثل وإهمال نصف الكرة المخية اللي حكينا عنه متلازمة إهمال؟ بالعمى الشقي المماثل عادة العين السليمة بتعاود فما بيشعر المريض باختلاف كبير، أما في الإهمال بإمكان المريض الرؤية عكس العمى، يعني المريض هو يكون بيرى ولكن هو ما بده ينظر على الطرف الأيسر. في حال إصابة الفرع المروي للحصين أو الهايبوكامبوس والفصوص الصدغية الأنسية، هاي بتسبب فقدان بالذاكرة، لكن اضطراب الذاكرة ما بتكون ظاهرة بشكل واضح إلا في حال كانت الإصابة ثنائية الجانب، حيث يستطيع الجانب السليم التعويض عن الجزء المصاب في حال كانت الإصابة أحادي الجانب. إصابة الفروع المروي للمهاد بتسبب ظهور المتلازمة المهادية، وهذه تتظاهر على شكل تبدلات سلوكية، اضطرابات في الوظائف العقلية، وأيضا نوم زائد، نقص بالانتباه والتركيز وتخليط ذهني، وأيضا قد تصل لمرحلة العتاهة الكاملة في حال كانت الإصابة شديدة. هون بس في ظاهرة، في حال إصابة الفرع المروي لحوية الجسم الثفنة، هون تشاهد ظاهرة بتسمى لا قرائية دون لا كتابية، يعني أليكسيا without أغرافيا، بيستطيع المريض الكتابة لكنه لا يستطيع القراءة. هاي في حال إصابة الفرع المروي لحوية الجسم الثفنة بيحضر عنده، بتحصل عنده هالظاهرة، ما بيحسن المريض يقرأ لكنه يستطيع الكتابة، بيسموها اللا قرائية دون اللا كتابية. اللا قرائية هي الأليكسيا، أنه المريض ما بيحسن يقرأ، أما الأغرافيا فهي بسموها اللا كتابية، المريض ما بيحسن يكتب، فهذا المريض بيحصل عنده فقط عدم القدرة على القراءة، بينما الكتابة بتكون عنده سليم. في حال إصابة الذراع الخلفي للمحفظة الداخلية بتسبب فقد حس مقابل، وقد نشاهد إصابة حركية في بعض الحالات. هلأ هون في حال كانت الإصابة من بداية منشأ الشريان المخي الخلفي، يعني بدأ قرب تفرعه من الشريان القاعدة، هون هاي الإصابة تحصل بإصابة الدماغ المتوسط، وهون تصاب السويقة المخية، وهي السويقة المخية هي بتحمل الألياف القشرية الهرمية ونواة العصب المحرك العيني في الجانب الموافق، يعني العصب الثاني، وبالتالي نشاهد أيضا أحد أشكال المتلازمة التصلبية أو الشلول المتصالبي الموجهة لإصابة جذع الدماغ. في حال إصابة بداية منشأ الشريان المخي الخلفي، نشاهد عند المريض شلل بالعصب المحرك العيني في الجهة الموافقة لجهة الإصابة، يعني بسبب إصابة العصب شلل العصب الثالث بيحصل فيه إصابة مركزية، بيحصل عنده حول وحشة، انحراف بالعين نحو الوحشة، وانعدام حركات العين للأنسي والأعلى والأسفل، بالإضافة بتعرفوا هو العصب المحرك العيني بعصب العضلي الرافع للجفن، فبيحصل عنده انسدال بالجفن، أيضا بيحصل عنده توسع بالحدقة في حال الاتساع الإصابي لتشمل نواة العصب الثالث، وأيضا بيحصل عنده شلل في الجانب المقابل من الجسم نتيجة إصابة الحزمة الهرمية، وهي مثل ما ذكرنا الإصابة المتصالبة، وهي تسمى متلازمة حصين البحر. بيحصل عند المريض شلل بالعصب الثالث في الجهة الموافقة للإصابة، وبيحصل عنده خزل أو شلل شقي بالطرف المقابل. هون في ملاحظة مهمة، قد يظهر عند إصابة القشر البصري عمى شقي مماثل جزئي وليس تام، حيث تبقى الرؤية المركزية سليمة عند المريض، وهي يطلق عليها الرؤية الأنبوبية أو الماكولر سبيرينج. هي بيحصل عنده في حال بعض الإصابات القشرة المخية اللي بتحدث بإصابة الشريان المخي الخلفي،
بيحصل عنده يعني كونترالاترال هيمونوماس هيمي انوبيا، يعني عمى شقي متماثل في الطرف المقابل لجهة الإصابة، ولكن بسموها مع لا يشمل نقطة التثبيت، أو هاي بسموها الرؤية الأنبوبية، يعني شو ما بيشمل نقطة التثبيت بضل عنده رؤية مركزية فقط، أما الرؤية المحيطة بتكون كلها معدومة وبكون بشكل شقي مثل هالشكل هذا اللي فوق، مثل ما نكون شايفين هاي عمى شقي متماثل كونترالاترال يعني بالجهة مقابلة، اللي تحت هي كمان نفس الإصابة بالقشرة البصرية، هي مميزة لإصابة القشرة البصرية بسموها ماكولر سبيرينج، يعني الرؤية الأنبوبية أو عمى شقي متماثل لا يشمل نقطة التثبيت، فبس بيصير عند المريض رؤية على شكل أنبوب بالمركز. وهي إحدى أهم النظريات التي تفسر هذه الظاهرة، هي أن المنطقة المسؤولة عن الرؤية المركزية في القشر البصري تتلقى ترويتها من الشريان المخي المتوسط، وبالتالي قد تبقى سليمة في احتشاءات الشريان المخي الخلفي. هي تفسير هالظاهرة، هاي الرؤية الأنبوبية أو التي لا تشمل نقطة التثبيت. هلأ في عنا مترازمة اسمها الإيكا، وهي إصابة الشريان المخيخي الأمامي السفلي anterior inferior cerebellar artery. الشريان المخيخي الأمامي السفلي هي مترازمة الإيكا، بقوم الشريان المخيخي الأمامي السفلي بترويد المنطقة الخلفية الجانبية من الجسر، وهي المنطقة تحوي نويات الأعصاب القحفية، انتبهوا نويات الأعصاب القحفية الخامس والسادس والسابع والثامن، الثامن بجزئي الدهليزي والقوقعي، وبالتالي فإن إصابة الشريان المخيخي الأمامي السفلي ستؤدي إلى فقد الحس الوجه في جهة الإصابة نتيجة إصابة العصب مثلث التوائم اللي هو العصب الخامس، بتؤدي أيضا لحول أنثى أو شفع ديبلوبيا، بصير عند المريض شفع في جهة الإصابة نتيجة إصابة العصب المبعد العيني العصب السادس، وأيضا بيحصل عنده لقوي في جهة الإصابة أيضا نتيجة إصابة العصب الوجهي، وبيحصل عنده نقص سمع في جهة الإصابة في حال إصابة النواة القوقعي. هاي مميزة لإصابة الشريان المخيخي الأمامي السفلي. وبشكل عام مثل ما ذكرنا أنه هو يصيب نويات الأعصاب القحفية الخامس والسادس والسابع والنواة الدهليزي والقوقعي اللي هن نويات العصب الثامن. قد تصاب الحزم الصاعدي والنازلي في هذا الحالي، فقد نجد إصابة حسية بالشق المقابل من الجسم بسبب إصابة الألياف الشوكي المهدي الصاعدي، وقد أيضا تشاهد مترازمة هورنر بسبب طول الألياف الودي وإمكانية إصابتها في الجسم. غالبا بيراجع المريض بنقص سمع مفاجئ بسبب إصابة النواية القوقعية للعصب الثامن مع مترازمة مخيخية. تشكل هاي المترازمة 5-10% من إصابات جذع الدماغ. هلأ هاي أهم المتلازمات اللي تصير بالبصري، وهي إصابة الشريان المخيخي الخلفي السفلي متلازمة البيكا، البوستيريور انفيريور سيريبيلر أرتري. إصابة الشريان المخيخي الخلفي السفلي هي بتأدينا لمتلازمة والنبرغ أو متلازمة البصري الجانبي. بروي الشريان المخيخي الخلفي السفلي الناحية الجانبية الخلفية للبصري، واللي بتحوي على نويات العصبين القحفيين التاسع والعاشر بشكل أساسي، وكذلك أيضا نوا العصب الخامس وجزء من نواة الدهليزي، انتبهوا جزء من نواة الدهليزي مو النواة القوقعية، النواة الدهليزي، لذلك هون بيحصل عند المريض دوار، لكن ما بكون عنده نقص سمع مثل إصابة المتلازمة السابقة اللي قلنا الشريان المخيخي الأمامي السفلي بيطلع عند المريض نقص سمع بسبب إصابة النواية القوقعية، أما هون بس فقط جزء من نواية العصب الثامن النواة الدهليزي، وأيضا بصيب السبيل الشوكي المهادي. انسداد الشريان المخيخي الخلفي السفلي بيؤدينا لمتلازمة البيكا أو ظهور متلازمة والنبرغ، أو أيضا هي بسموها متلازمة البصري الجانبي أو الوحشي
اللاترال ميدولاري سيندروم، وهي اهم متلازمه سريريه على مستوى البصري، وبتشكل حوالي 40% من حوادث جذع الدماغ، وبتشمل اعراضها اصابه نواه الاعصاب القحفي التاسع والعاشر، بتؤدي لحدوث عسره بلع وبحه بالصوت ورتي كلاميه، ايضا اصابه نواه العصب الخامس مثلث التوائم، فبتؤدي لفقد حس الالم في الجانب الموافق من الوجه، هوني بيحصل عندنا فقد حس الالم بالجانب الموافق من الوجه، لان الاصابه بتكون مركزيه بنواه العصب الخامس. اصابه النواه الدهليزيه بتؤدي لحدوث دوار شديد مع رقرقه مركزيه، ولكن لا يشاهد نقص سمع كما في متلازم الايكا، لانه حتى يحدث نقص سمع لازم تصاب النواه القوقعيه، اصابه بس فقط النواه الدهليزيه بتؤدي لحدوث دوار ورقرقه. إصابة السبيل الشوكي المهادة بتؤدي لحدوث فقد حس الألم والحرارة في الجهة المقابلة من الجسم، أما فقدان الألم في الوجه فيكون بالجهة الموافقة بسبب إصابة العصب الخامس. هاي من أهم الأمور بمتلازمة البصري الجانبي أو متلازمة وارنبرغ، أنه فقدان حس الألم والحرارة بيكون بالجهة المقابلة من الجسم، بينما فقدان الألم بالوجه بيكون بالجهة الموافقة بسبب إصابة العصب الخامس إصابة مركزي. أيضا إصابة الأبياب الودية في جذع الدماغ ممكن تؤدينا لمتلازمة هورنر في الجانب الموافق، وإصابة السويقة المخيخية بتؤدي لحدوث أعراض مخيخية مثل الأتاكسيا أو الرنح، وأيضا خلل القياس أو الديسمتريا في الجانب الموافق. في حال تشكل وذني في المخيخ قد تؤدي إلى انفتاق المخيخ ضمن الثقب الكبرى، وقد تؤدي إلى الوفاة. ملاحظة مهمة انتبهوا، في متلازمة البصلي الجانبي أو متلازمة والنبرغ لا توجد أعراض حركية، لأنه ما في إصابة بالسبيل الهرمي أو السبيل القشري الشوكي، لأنه نواة الحركية في البصلي بتكون موجودة في المركز، وبالتالي من النادر أن تتأثر بالاحتشاءات في النا في جانبي الخلفي. هاي متلازمة وارنبرغ، وهوني مثل ما كنتم شايفين هاي المناطق اللي بتنقص ترويتها، هاي متلازمة البصري الجانبي. المناطق اللي بتنقص ترويتها هي نويات الأعصاب القحفي الخامس والنواة الدهليزية للعصب الثامن، بينما المحفظة الداخلية بتكون بمركز البصري، فبالتالي ما بتتأثر الجملة الهرمية وما بيحدث عند المريض شلل حركي. أيضا لا تشاهد إصابة العصب القحفي الثاني عشر لوجوده في المنطقة المركزية من البصري وليس الجانبي. العصب القحفي الثاني عشر هاي نويته النواة، لاحظوا هوني المضلل بشكل خفيف، هو هي المناطق اللي بتصاب بمتلازمة البصري الجانبي أو متلازمة والنبرغ، وجنبه هي نواية العصب القحفي الثاني عشر ما بتحدث فيها إصابة، لأنه هو بيكونوا بالمنطقة المركزية، وإحنا متنا عم نقول أنه هي إصابة بالجهة الوحشية أو الجانبية للبصر. إذا اقتصر الاحتشاء على هالمنطقة هي ما بشكل خطر كبير، إلا في حال إصابة الكبيرة ثنائية الجانب، وهوني بتشمل المخيخ والبصري، فقد تكون مهددة للحياة بسبب تشكل وذني في المخيخ تؤدي لانفتاق اللوزات المخيخية عبر الثقب الكبرى. لذلك عادة بقوم الجراحين باستئصال المنطقة المحتشية لتخفيف الضغط، لأنه إذا ما أزالوا المنطقة المحتشي وزادت الوزن الدماغي بتؤدي لانفتاق المخيخ عبر الثقب الكبرى، وبتحدث الوفاة بشكل مباشر بسبب الضغط على المراكز الحياتية، مراكز القلب والتنفس. فإذا تمت إزالة هاي المنطقة المحتشي تتراجع نسبة الوفيات من 80 إلى 20%.
بقية المتلازمات السريرية في البصري مثل احتشاء الشريان المخيخي الأمامي السفلي أو الشريان المخيخي العلوي السوبريير سيربيلر آرتر، متلازمات أقل أهمية، والأهم هو التوجه نحو الإصابة بالبصري عند رؤية أعراض متوافقة مع الموجودات التشكيكية فيها. قد يحدث عند إصابة المنطقة الوسطى المركزية من البصري إصابة الحزمة الهرمية في أحد الجانب، وفي الجانب الآخر يصاب العصب تحت اللسانة، وهي متلازمة نادرة، وهي مثل ما ذكرنا ما بتكون موجودة بمتلازمة الوانبرغ أو متلازمة البصري الجانبي، لأنه عادة الجملة الهرمية ونواة العصب تحت اللسان أو العصب الثاني عشر بيكونوا مركزيات. هاي صورة لأبرز الأعراض والموجودات السريرية المترافقة مع نقص التروي الخلفي في الدماغ. بيحدث فقد حس وحركي في نصف الوجه الموافق ونصف الجسم المقابل عادة، متلازمة وارنبرغ، وهي كتير مميزة لمتلازمة وارنبرغ، إنه بيحدث فقد بالحس والحركي بنصف الجهة الوجه في الجهة الموافقة لجهة الإصابة، وبيحدث فقد حس الألم والحرارة في النصف الموافق في النصف المقابل لجهة الإصابة بالجسم، يعني بالطرفين العلويين والجذع والطرفين السفليين يكون بالجهة المقابلة، أما بالطرف الموافق فبكون بالوجه. هاي مميزة لمتلازمة وارنبرغ. فقد الألم، فقد حس الألم في الوجه يكون في الجهة الموافقة للإصابة بسبب إصابة العصب الخامس. بيحدث أيضا عسر تصويت ورتي كلامي وانحراف اللهات بسبب إصابة نويات الأعصاب القحفي التاسع والعاشر. بيحدث صعوبة بالبلع أيضا بإصابة نويات التاسع والعاشر، صداع وغثيان وقياء بسبب إصابة النواة الدهليزية بجذع الدماغ، لكن ما بيكون عند المريض نقص سمع بسبب عدم إصابة النواة القوقعية. أيضا تحدث متلازمة هورنر بإصابة الحزم الودي، أيضا متلازمة هورنر بتكون بالجهة الموافقة لجهة الإصابة. بيحدث شفع في حال إصابة أي من الأعصاب المحركة للعين، وكشل العصب الثالث في إصابات الدماغ المتوسط. أيضا يحدث عمى شقي مماثل في الجهة المقابلة للإصابة بإصابة الشريان المخي الخلفي. أحيانا قد نشاهد سباتا وتغيم في الوعي في حال إصابة التشكيلات الشبكية في جذع الدماغ. هاي التشكيلات الشبكية الفعالة هي اللي بتكون مسؤولة عن الوعي عند الأشخاص الطبيعيين. وبهيك بكون قبل ما نوصل لنهاية محاضرتنا ملاحظة إنه جميع الحزم الحسية والحركية تكون متقاطعة في جذع الدماغ، فتكون الإصابة في الجانب المقابل، لكن عند إصابة عصب قحفي في نفس الجانب تدعى هذه الحالة بالمتلازمة المتصالبة أو شلول المتصالبة، وهي بتكون من الإصابات المميزة لجذع الدماغ. وبهيك بكون وصلنا لنهاية محاضرتنا. إذا حدا عنده سؤال يتفضل. كل شيء فهمته إن شاء الله تمام. حكيم القدرة على الترديد، يعني حبسة بروك أو إنه تقول له المريض جملة ويرددها. إيه إنه بيقول له مثلاً قول وراي، يعني إنه مثلاً كاس، مثلاً تطلب منه يرد وراء قول كاسي يرد. هاي أكثر شيء بتصير بإصابة الحزمة المقوسة اللي بتوصل بين بحتيك بروكا وفيرنيكي، إنه اضطراب القدرة على الترديد، لأنه الشخص الطبيعي بيكون قادر على الترديد، فإذا بتقول له مثلاً قول هالجملة وراي بردتها وراد. أما إذا كان عنده إصابة ببروكا أو بالحزمة المقوسة ما بيحسن يردد بشكل كامل.
ننتقل إن شاء الله لك بالمحاضرة القادمة عن أن تقريبا 4 محاضرات على الحوادث الوعي الدماغي، لأنه من أهم المواضيع بالجملة العصبية. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله منتابع بالحوادث الوعي الدماغي والتشخيص التفريقي إلى وكيف المظاهر على التصوير الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.